إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل قراءة وشرح الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. وما زلنا في الأعلام الذين ذكرهم في أول رسالته، العلم 74، أبو الحسين بندار بن الحسين الشيرازي. الشيرازي من شيراز، وبندار كلمة فارسية معناها يعني سوق العلم أو مدينة العلم، كلمة بندار. وكان من ضمن مشايخ الإمام البخاري برضو بندار، حدثنا بندار بمعنى اللي هو محمد بن بشار. فكلمة بندار دي كلمة فارسية معناها سوق العلم أو مدينة العلم. أبو الحسين بندار بن الحسين الشيرازي كان عالما بالأصول، كبيرا في الحال، صاحب الشبلي، مات بأرجان سنة 53 و300. وأرجان يقول في الهامش بفتح أوله وتشديد الراء، وعامة العجم يسمونها أرغان، مدينة كبيرة بينها وبين شيراز 60 فرسخا. وفي بعض النسخ أنه مات بأذربيجان. قال بندار بن الحسين: لا تخاصم لنفسك فإنها ليست لك، دعها لمالكها يفعل بها ما يريد. لا تخاصم لنفسك يعني لا تغضب لشهوة نفسك، ولا تعذر نفسك، بل كن ممن قال فيهم والنفس اللوامة، لأنك لو لم تلم نفسك معناها رضيت بالسكون إلى حالك، والسكون إلى حال هو عين النقصان والخذلان. فاللوم جعله الله سبحانه وتعالى في النفس ليبنيها وليرفعها ولتتخلص من نقائصها. ولذا إذا خاصمت لنفسك معناه أعجبت به، فأين أنت من لوم نفسك؟ بل تكون قد تركت نفسك بمراحل. لو رضيت أقل من الإعجاب، فالعجب أعلى من الرضا. فلو رضيت عن نفسك كان الإنسان في هذه الحالة في خذلان، فما بالك بمن فاق هذا إلى العجب بنفسه فصار ينافح عنها. هذه المعنى اللي يريد أن يلفتك إليه. فعليك أن تتمسك بحال النفس اللوامة، وهي بداية المسلم، لأن بداية الكافر ونهايته النفس الأمارة. أما المسلم بمجرد دخوله في حظيرة الإسلام صار ذو نفس لوامة، والنفس اللوامة لها درجات ومراحل. قد تلومك نفسك من أجل فعل المحرمات، ولكن لا تلومك بفعل المكروهات، وقد تلومك نفسك بفعل الكبائر ولا تلومك بفعل الصغائر، والصغائر محرمات، وقد تلومك نفسك بترك الواجبات فقط، ولكن لا تلومك إذا تركت السنن، وقد تلومك نفسك بترك السنن ولا تلومك بترك الآداب، فهي مراحل. وقد تلومك نفسك لا بترك ذلك كله، بل بترك الإحسان في هذا كله، أي أن تفعل ذلك لوجه الله على الوجه الأكمل. ثم تلومك نفسك برؤيتك محسنا لا برؤية الله محسنا لك أو فيك. فالنفس اللوامة مراحل كبيرة، تبدأها مسلما
وتسير فيها مؤمنا وتنتهي منها محسنا. فاذا انتهيت منها محسنا دخلت في النفس ايه؟ الراضية. والنفس الراضية دي نهاية النفس اللوامة لما تتخرج منها. وعلشان كده لازم، فاغلب حال امة النبي في النفس اللوامة، والخصوص في النفس الراضية، واهل خصوص الخصوص في النفس المرضية وهي اعلى من الراضية، وهكذا. لا تخاصم لنفسك، لان المخاصمة للنفس اي الغضب من اجل النفس، والدفاع من اجل النفس، والمنافحة من اجل النفس، لاجل الظهور، لاجل الحرص، لاجل الغلبة، لاجل الحصول على الشهوة، لاجل الحصول على الرغبة. لا تخاصم لنفسك، سواء تخاصم البشر او تخاصم ربك بانك لا ترضى بقضائه فيك، فتقول لما فعلت في ذلك يا رب، كما يقوله كثير من الناس عندما يقص عليه الاقدار فيناقش ربه ويرد القدر على الله سبحانه وتعالى بسبب جهله بالله. فلا تخاصم لنفسك، اي لا تجادل غيرك ولا تجادل ربك فيما اقامك فيه، فانها ليست لك، لان نفسك لا تملكها، بل الذي يملكها هو الذي خلقها يفعل فيها ما يشاء. هل لو تدخل الناس وانت تنفق مالك بطريقة معينة يتدخلون فيك ويقولون لك لا تنفق في هذا وانفق في هذا، يصيرون اوصياء عليك وانت في كامل عقلك ترضى ذلك؟ تقول انا حر فيما املك، اتصرف فيه كيف شاء. تغضب اذا تدخل الناس في تصرفك فيما تملكه وانت في كمال حالك ووعيك، لان لا يجوز الحجر الا من اجل السفه او الجنون او الصغر. اما لا يوجد سفاهه ولا جنون ولا صغر، فلا يجوز الحجر فيما تملك، تتصرف فيه كيف شئت. فاذا جاء انسان يريد ان يقيدك وانت لست سفيها ولا صغيرا ولا مجنونا، تغضب ولا لا تغضب؟ تغضب، لانك تملك هذا الشيء. فلما تغضب في تصريف الله امورك والله يملكك؟ ثم بعد ذلك لا ترضى بما اقامك فيه، فكأنك تدخلت فيما لا تملك. فهذا هو من باب الادب مع الله، من باب الادب مع الله الرضا بما اقامك فيه في كل حال. فلا تخاصم لنفسك، فانها ليست لك، دعها لمالكها يفعل بها ما يريد، يدبر الامر، يفصل الايات، فعال لما يريد، يخلق ما يشاء ويختار، ما شاء الله كان، ما لم يشأ لم يكن، اعلم ان الله على كل شيء قدير. كل هذه المعاني التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت في القرآن لتردك الى هذه المعاني الذي يريد الشيخ ان يلفتك اليه. وقال بندار: صحبة اهل البدع تورث الاعراض عن الحق. واول بدعة هي المعصية المحضة، فصحبة اهل المعاصي حجاب شديد، ان تجلس مع اهل المعاصي حجاب شديد، لان كل ما خالف الشرع الشريف بدعة، وكل من دعا الى مخالفة الشرع الشريف كأنه يريد ان ينشر الفاحشة. فيبقى من اولها صحبة اهل البدع وهم اهل المعاصي في الافعال، او اهل المعاصي في الاقوال، او اهل المعاصي في الاعتقادات، لان هناك بدع في الاعتقاد ايضا، صحبتهم حجاب شديد تورث الاعراض عن الحق. لان صاحب البدعة يريد ان ينتصر لبدعته، وانتصاره لبدعته انتصاره لنفسه، واكبر حجاب هي النفس. وادي معنى الاعراض، انها تورث الاعراض، لانه يريد ان ينتصر لا للحق، لانه هو مبتدع والمبتدع ليس على الحق، فيريد ان ينتصر لبدعته، اي ينتصر لنفسه. فاذا انتصر لنفسه كان منافحا عنها، مخاصما من اجلها، فكان محجوبا بنفسه عن الحق، لان اشد حجاب هو النفس.
وقال بندار: اترك ما تهوى لما تأمل. الانسان يهجر ويترك ما يهواه في الحال لما يأمله في المستقبل. الطالب عندما يذاكر يترك النوم ويذاكر، واحيانا يترك الخروج واللعب وهو يحب اللعب ويذاكر، ويحبس نفسه ويذهب الى الكلية او المدرسة في حين انه كان يريد ان يذهب الى النادي. لماذا؟ لانه يأمل النجاح، يريد ان ينجح في اخر العام، يريد ان يأخذ الشهادة، يريد ان يكون له مكان في المجتمع، يريد ان يتخرج فيزاول حياته كباقي الرجال، يريد ان يتخرج فيتزوج، يريد ان يتخرج فيستقل بحياته، يتخرج فيتكسب من الدنيا فيعين والده، يعين نفسه، يعف نفسه، ولذا يترك ما يهوى من اجل ما يأمل في المستقبل. فان كنت انت في الدنيا تريد الاخرة في المستقبل فلما تنشغل عنها الان؟ كمن ينشغل عن المذاكرة قبل الامتحان ويريد النجاح في اخر في الامتحان، هل ممكن هذا؟ لا يمكن. فاترك ما تهوى، اي من الشهوات ومن الرغبات الملهية عن الترقي في الطاعات، لما تأمل من رضا الله عز وجل، من الوصول الى مراد الله عز وجل، من الدخول في مرضاتي على الله عز وجل، من صحبة الانبياء والصالحين التي تأملها في الاخر، لان كل مسلم يأمل ان يكون مع النبي لانه يحب النبي، وكل مسلم يأمل ان يكون مع الصحابة، يسمع سيرة الصحابة يشتاق لهم. فاذا اشتقت لهؤلاء فصار املا لك ان تكون معهم، فلما تترك ما يوصلك اليهم بان تنشغل بما يصدك عن طريقهم؟ هذا لبعد، لقصر الامل ام لطول الامل؟ لطول الامل. سبب طول الامل هو ترك هذا لانه يظن ان حياته هتبقى طويلة، يقول لك العب شوية وبعدين ابقى اتوب، اعمل كده شوية بس استقر، ومجرد ان اعمل مبلغ وثروة هبني جامع واقعد فيه، وبعدين تبص تلاقي يجي الموت يقطفه بدري، يجي المرض يصرفه بدري عن العافية، يجي الانشغال في اي امر اخر، يجي تغير النية، حتى تتغير نيتي بمرور الوقت. ولذا على الانسان ان هو يعجل بالاعمال الصالحة، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالاعمال سبعا، هل تنتظرون الا فقرا منسية، او غنى مطغية، او مرضا مقعدة، او ايه، او هرما مفندة، او الدجال، او الساعة، او الموت، هتنتظر ايه يعني؟ يعني انت منتظر ايه؟ تقول اجل 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 وبعدين. فهو اللي بيأجل معناه طويل الامل، طويل الامل يعني يظن انه هيعيش مدة طويلة. وعلشان كده قالوا ان من اصل المعاصي المتأصلة في ابن ادم طول الامل، طول الامل يجرئه على فعل المعصية. يعني رأينا ناس كثيرون في البلاد العربية يمشي على حل شعره طول السنة، يقول لك في الحج، الحج يهدم مكان قبل، يعملوا كده، يقوم ياخد من الشرع ما يعينه على المعصية، في حين ان قول النبي الحج يهدم ما كان قبله لم يكن لاجل ان يعينك على المعصية، بل ليجعلك حريصا على ان تحج الى بيت الله، لا لان تستعين بالمعصية حتى يأتي موسم الحج فتهدم مكان قبل. هل ضمنت ان تلحق الحج، تدركه حتى ولو كنت والله في مكة؟ قد تمنع وانت في مكة، فما بالك وانت خارجها الان وقالوا لك كل خمس سنين تاخد تأشيرة، وحتى لو معك اموال. فالمسألة، وبعدين حتى لو ذهب، هل كان حجك هذا حج مبرور مقبول عشان يهدم مكان قبله؟ هل ضمن؟ وعلشان كده طول الامل يلهي ويجرئ. اترك ما تهوى،
في الحال الى ما تأمل في الاستقبال. ادي معنى كلمة اترك ما تهوى في الحال، لان التوبة بدايتها الاقلاع مع الندم، الاقلاع في الحال. اترك ما تهوى اي تب الى الله بالاقلاع عما انت فيه من الاعراض مع الندم على ما فات والعزم على الطاعة في المستقبل. وعشان كده الترك اللي هو مبني على الندم اللي هو التوبة بيشمل زمنك كله، يشمل الماضي بالندم على ما فات، ويشمل الحاضر بترك الشيء بالاقلاع في الحال، ويشمل المستقبل بالعزم على طاعة الله في الاستقبال، فيشملك كله. وعشان كده لو تبت ومت في الحال خدت نيتك، لان كان عندك العزم. ولو تبت ومت في الحال تموت على طاعة لانك اقلعت في الحال. فالتوبة فيها سر عجيب وظاهرها الترك وباطنها الندم ومحركها العزم، لكن الظاهر في الاخر ايه اللي انت تشوفه فيك؟ هو الترك. فكلمك بظاهر الامر ويريد باطنه. اترك ما تهوى لما تأمل. ومن اقواله في الهامش: من اقبل على الدنيا احرقته بنيرانها، يعني الحرص. الحرص ده انك انت تكون حريص على انك تحصل على الشيء، والحرص يذل. لو عايز تذل واحد شوفه حريص على ايه وذله بيه، يتذل يركع ويسجد من اجل ما هو حريص عليه، يبيع دينه من اجل عرض من الدنيا لانه حريص على عرض الدنيا. شوف قد ايه. فالحرص يذل اعناق الرجال، هو ده الحرص. الحرص دي نار، نار تحرق الدين، تحرق حتى الامل في الله، تحرق كل شيء. ونار الدنيا لما بتحرق حاجة بتسيبها في الاخر ايه؟ رماد. الرماد ليه قيمة؟ ملوش قيمة. يعني اي حاجة كده لها قيمة، اول ما تاكلها النار وصارت رماد، تبيع الرماد بحاجة؟ ملوش قيمة، خلاص تراب، صار الى ما عاد الى ما كان اصله. كذلك الحرص يحرق كل شيء بحيث تجد في الاخر تقابل ربك لا تجد شيء، لا تجد شيء له قيمة، لانك قد احرقت كل ما له قيمة فصار رماد بحرصك عليه، بحرصك على نقيده. من اقبل على الدنيا يعني حريصا عليها، مقبلا عليها، يريد جمعها ولو من حلال او من حرام، احرقته بنيرانه اللي هي مصائبها التي في الدنيا. ومن اقبل على الاخرة احرقته بنورها. الاخرة تحرق بالنور، نور البصيرة، لان البصيرة بتبص لبعيد والبصر يبص لقريب. البصر ينظر للدنيا، والبصيرة عين القلب تنظر للمستقبل، لما وراء الذي امامك. فعين القلب تنظر للآخرة اللي هي عين البصيرة، فعين البصيرة فيها نور. ومن اقبل على الآخرة احرقته بنورها. ونور البصيرة هو الخوف من الله والشوق الى الله، لان الشوق احيانا يكون برضو يحرق. الشوق يحرق لدرجة ان بعض الناس العشاق قالوا برضو نار يا حبيبي نار، يعني حس ان الشوق يحرق لدرجة انه حاول يعبر عليه عنه، واخد بالك ازاي؟ فالشوق مش جمال وبس، ده جمال وجلال، يعني فيه جانب جمال وفي جانب جلال، في جانب حلو وجانب وحش. كذلك لازم يبقى الانسان بنور بصيرته عنده جانب جلال وجانب جمال. جانب الجلال
هو شدة الشوق إلى الله والرجاء، وجانب الجمال ده جانب الجمال، وجانب الجلال هو شدة الخوف من الله. فدي الأشياء دي هي دي الدافع اللي تخليه باستمرار متوجه إلى الآخرة. فمن أقبل على الآخرة أحرقته بنورها، يعني الخوف، فصار سبيك الذهب، يبقى راقي بقى يرتقي. يبقى البصيرة ترقي والبصر يخذل، يخليك في خذلان، يؤخر. اللهم صل على سيدنا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان ينظر الى الدنيا وزينتها يقول ايه؟ ينظر اللي هي البصر، يقول لبيك ان العيش عيش الاخره، يردها للبصيره في الحال. هو النبي يريد ان يعلمك، النبي لم ينظر للدنيا اصلا، لكن النبي يريد ان يلفتك انه اذا نظرت الى زينه الدنيا عليك ان تتذكر في الحال البصيره. يوم يقول لبيك ان العيش عيش الاخره في الحال، تذكيرا لك، حتى لا تغتر بالبصر عن البصير وبالعاجل عن الاجل، في الحال كده تربية. ومن اقبل على الله احرقه الله بنور التوحيد. من اقبل على الله يعني صار وجهته هو الله اينما توجه في الدنيا، فمراده هو الله، فأينما تولوا فثم وجه الله هو المقصود، فأين تذهبون؟ أحرقه الله بنور التوحيد فلا يرى إلا الله فاعلا في الأكوان، فلا يغتر بالكثرة عن الوحدة، فلا يشغله الكثرة عن أن مع هذه الكثرة الكافرة في الأكوان إلا أن الفاعل واحد، فلا ينشغل بالكثرة عن الواحد، ولا بكثرة التصرفات عن المتصرف، ولا بكثرة التدبيرات عن المدبر. فالمدبر واحد ولكن الصورة متعددة، فلا ينشغل بالتعدد عن الواحد، فيقوم يحرقه الله فيجمع شمله فيجعله لا يرى إلا بنظرة واحدة أنه فاعل واحد. ومن أقبل على الله أحرقه الله بنور التوحيد فصار جوهرا لا يقابل بثمن، يبقى سر بقى، يصير سرا لا يعلمه إلا ربه. وقال من مشى في الظلم إلى ذي النعم أجلسه على بساط الكرم، نفس معنى النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال بشر المشاؤون في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيلفت الانتباه، مش المشي للمسجد كده بس، ما تاخدش الامور بالظاهر بس. بشر المشاؤون في ظلمات النفس يريدون ان يخرجوا منها، من ظلمة الطبع ومن ظلمة الهوى، الى المساجد، الى حيث السجود والطاعة الى الله عز وجل ورؤيته في كل شيء بالنور التام يوم القيامة. يبقى قد يكون المشي هنا مشي سلوك، مش مشي طريق للمسجد، قد يكون مشي سلوك ايضا. فكلام النبي اعمق من انك تفهمه على صورة ظاهرة فقط، ولكن له معنى ظاهر ومعنى باطن ومعنى عميق. ولذلك يقول هنا من مشى في الظلم، قد يكون ظلمات الطريق. طب افرض نوروا لك الطريق للجامع، عملوا لك اعمدة نور، بقيت ماشي في النور رايح صلي الفجر، يبقى هو مش يقصد الظلام بتاع ظلمة الليل، ده يقصد ظلمات الهوى والطبع والنفس والشهوة والشيطان، تخرج منها تسير من خلالها الى ربك قاصدا ربك. فاذا صرت من هذه الظلمات خرجت الى الانوار، ولكن اذا مكست راضيا بهذه الظلمات تعيش طول عمرك تأنس الظلام، بل لا تستطيع ان تفتح عينك في النور. كذلك ناس كثيرة استمرأوا المعاصي واستمرأوا الشهوة
فاذا اردت ان تفتح ابصارهم لهذا لا يستطيعون، لانه لا يستطيع ان يتحمل النور. من مشى في الظلم الى ذي النعم اجلسه على بساط الكرم، اللي هي الكرم اللي هي بداية الترقيات، بداية الكرامات، بداية التخصيصات، هكذا يخص من يشاء بما شاء، يصطفي من يشاء ممن يشاء. ومن قطع لسانه بشفرة السكوت بني له بيت في الملكوت. ومن قطع لسانه بشفرة السكوت، السكوت عما سوى الحق، لأن الكلام في الحق سكوت صمت. هيجي باب الصمت عند الصوفية، الصمت مش معناه عدم الكلام، الصمت هو عدم الكلام فيما يغضب الله، لكن طالما بتتكلم فيما يرضي الله فأنت صامت عما يغضب الله. فالصمت الذي هو مطلوب هو الصمت عما يغضب الله، عما يلهي عن الله. فإذا كنت صامت عما يلهي عن الله وذاكر بلسانك تسمى صامت بالرغم أنك متكلم. ومن قطع لسانه بشفرة السكوت بني له بيت في الملكوت. وسئل عن الفرق، وقد يكون السكوت بترك الشكوى حتى يصير صبره جميل، وقد يكون السكوت بترك ما لا يعنيك، فلا تنشغل فيما لا يعنيك عما يعنيك فتضيع وقتك. وقد يكون السكوت من اجل ان الكلام يؤدي الى مفسدة اشد فيكون الصمت افضل، وهكذا. فالصمت يحتاج الى علم، متى اسكت ومتى اتكلم، وان تكلمت ماذا اقول، واذا قلت ماذا اعبر حتى يفهم الناس ما اريده. وسئل عن الفرق بين الصوفي والمتصوف. الصوفي المتصوف اللي هو يعني ايه، يعني بيتمثل الشيء نفسه لكن هو ما دخلوش لسه، يعني هو بيقلد نفسه يبقى كده لكن هو لسه مش كده. فهمت ازاي؟ زي متمسكن غير المسكين، متصوف غير صوفي. صوفي صار فيه التصوف سلوك، سجية يعني يعملها لوحده كده بالسجية، لكن المتصوف ما زال يجاهد يجرب في نفسه. فالصوفي من اختاره الله لنفسه فصافاه، يبقى الصوفي من الاصطفاء، والاصطفاء ده في ايدك، الله الذي يصطفي. فيبقى الصوفي ده عشان تبقى صوفي مش في ايدك تكتسب، مش في ايدك تكتسبها، ده دي من الله محض وهب واصطفاء، لكن انت في ايدك ان تسلك الطريق فيأتي الاصطفاء وقتما يشاء سبحانه. الصوفي من اختاره الله لنفسه فصافاه وعن نفسه براه، يعني براه عن رؤية نفسه والاعجاب بها والركون اليها وشهودي والانشغال بتحصيل مراداتها، وعن نفسه براه ولم يرده الى تعمل وتكلف. وتلاقي مش ما بيعملش الحاجات دي بتكلف، بل تصير الطاعة فيه سجية يفعلها دون كلفة ولا تكلف، وده معناه رفع التكليف. رفع التكليف يعني رفع الكلفة عند اداء الفرض، ده معنى رفع التكليف عند اهل التصوف الفاهمين. مش رفع التكليف هو ترك الصلاة وترك الصيام، لا، ان يصلي ولكن بلا جهد معاناة، ان يواظب على الصيام لكن دون جهد ومعاناة. وهذا لا يصله الانسان الا بعد مجاهدة كبيرة. ليه؟ لان تصير الاشياء بعد ذلك يعملها بالله لا بنفسه، فان عملها بالله صار معانا فيه، وان عملها بنفسه صار مكلفا فيه. فتبدأ مكلفا وتصير بعد ذلك مشرفا، تبدأ مكلفا بعبادة فيها نوع من الكلفة وبذل الجهد، فاذا صفيت نفسك وواظبت على ذلك ووفقك الله
رفع الكلفة واستمر التكليف تشريف، تشريف في الباطن وتكليف في الظاهر، فتصير العبادة مستمرة ولكن على من باب التكليف الظاهري للشريعة ومن باب التشريف الباطني في الحقيقة. ادي المعنى اللي يريده. عشان كده يقول لك ولم يرده الى تعمل وتكلف، لان تبدأ مسلما بنفسك سالكا الطريق الى الله مراقبا لله، فيتجلى الله لك فيصير سمعك وبصرك وقوتك وكل مراداتك، فتعود بعد ذلك مكلفا بالله بعدما بدأت مكلفا بنفسك. فهمت؟ ادي معنى ما يردكش بقى للتعمل والتكلف، لكن يردك الى الشرع الشريف بلا تعمل ولا تكلف. وصوفي على زنة عوفي، اي عافاه الله، وكوفي اي كافأه الله، وجوزي اي جزاه الله، ففعل الله تعالى ظاهر على اسمه، فهو من كوفي وعوفي وجوزي. والمتصوف المزاحم على المراتب مع تكلف وكمون رغبة في الدنيا، ده المتصوف اللي هو لسه عنده بقية نفس، يبقى عنده لسه رغبته كامنة حتى ولو في الترقي، حتى ولو في الوصول للكرامات، حتى ولو في الوصول الى رضا الله عز وجل، ما زال عنده رغبة، يعني ما زال له رغبة، ما زال له اختيار مع الله، فيبقى لسه في عنده تكلف، عنده معاناة، عنده انتظار. وقال الصوفية متفقون في الوحدانية في الجملة، يعني كلهم اهل توحيد، متفرقون في الوصول اليها معاينة، لكن في الوصول الى الله الطريق اللي بيوصل الى الله يتفاوت، يتفاوت بتفاوت انواع النفوس وما فيها من رغبات، يتفاوت الناس فيها تفاوت كبير فيتفاوتون. متفقون في الوصول اليها، متفقون في الوحدانية قولا، متفرقون في الوصول اليها معاينة ومنازلة، يعني الوحدانية او الله وان الى ربك المنتهى، وهذا هو المقصود، النهاية واحدة، لكن الطريق الموصل الى هذه النهاية طرق متعددة، وان هذا سبيلي الى الله ادعو، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالشرع واحد، لكن مع استعمال هذا الشرع وتفاعل النفس معه تتفاوت سلوك الناس، يتفاوت تفاوت كبير، ولذا تتعدد الطرق الموصلة بالناتج من انفعال النفس مع الشرع، ولذا تعددت الطرق الموصلة الى الله بالرغم ان الشرع واحد، لان الطرق توصل الى الله عن طريق السلوك الذي هو مبنى التخلص من عيوب النفس التي هي متعددة بعدد البشر، فتتعدد الطرق بعدد العيوب الناس، فتعدد الطرق ليس معناه فرقة الناس في الدين، لكنها معناه تيسير الله للوصول اليه بدين واحد لكن من طرق مختلفة لتعدد مشارب الناس، ولكن الكل تجده على شرع الله. متفرقون في الوصول، متفرقون في الوصول اليها معاينة ومنازلة، وكل واحد يستحق اسم ما ظهر عليه من حاله الذي هو به موصوف بعد اتفاقهم في الوحدانية قولا، فمن بين مجتهد يبقى الانسان في بدايته يكون مجتهد، فيبقى حاله الاجتهاد في الطاعة والعبادة، تجده صائما قائما مواظبا على الطاعات الظاهرة، يبقى ده اسمه مجتهد وزاهد،
فلما يواظب على الطاعات دي يجد ان الطاعات دي احلى من انه يسعى في الدنيا، فياخد من الدنيا بقدر الحاجة، ياخد من الدنيا من الحلال بقدر الحاجة، يبقى اسمه زاهد. يعني كان الاول بيجتهد وياخد من الدنيا زي ما هو عايز بس من الحلال، وبعدين لما ذاق حلاوة الاجتهاد مع الله لقى ان الحلال ده لما بياخده زي ما هو عايز بيضيع جزء كبير من وقته، يقوم يبتدي ياخد بقدر الضرورة والحاجة، يبقى اسمه زاهد. يبقى يبتدي مجتهد وبعد كده يرتقي يكون زاهد. فكل واحد بيوصف حسب حاله، فلما تسأله يكلمك وهو مجتهد هيكلمك بمعاني، لما تسأله يكلمك وهو زاهد يكلمك بمعاني ثانية، مع انه هو كله شرع واحد لكن هو يصف حاله. وعابد واحد يغلب عليه العبادة، وخائف واحد يغلب عليه الخوف، وراج واحد يغلب عليه الرجاء، وغني وفقير، يعني غني يعني مستغن بالله، وفقير يعني مفتقر الى الله. فلما يستغنى بالله تلاقيه ما يشعرش بجوع، ولما يفتقر الى الله يشعر بالجوع فيقول يا رب اطعمني. هكذا حاله، فعلى حسب انت دخلت عليه وهو مستغن بالله تجده في كمال الشبع، حتى لو عرضت عليه مال ما يرضاش ياخد لانه غالب حياته الغنى بالله. واحيانا تعرض عليه المال ياخد لانه عبد قسم الله ظهره بالجوع والحاجة فاستشعرها، فلما اتاه المال الحلال اخذه ليقضي به حاجته لكمال عبوديته. يبقى احيانا الانسان يمر بهذه المراحل كلها، ومريد ومراد، ويبقى سالك يعني مريد، ومراد يعني مجذوب جذبه الله اليه واصطفاه، وصابر وراد. في الاول يبقى صابر على مر القضاء وعلى تكلف الطاعات، وبعدين يرتقي فيبقى راضي على مر القضاء، مش صابر عليه ده راضي بيه. ومتوكل يعني غير مختار اصلا، يعني ترك نفسه لاختيار ربه، ده المتوكل. ومحب ده مش ترك نفسه، ده جالس مشتاق لما يبرزه القدر له، لانه يحب ما يبرزه القدر من الله، ده اعلى من المتوكل. ومستهتر او مستهتر يعني مولع، ده مش محب بس ده مولع، ده يعني حاسس ان الاقدار اللي انت شايفها بالنسبة لك طعمها مر هو شايفها زي العسل، ده يسموه مستهتر. ومستأنس التاني بيعتبرها كمال انس وكمال رعاية وعناية، ان الله سبحانه وتعالى لا ينساه، وان الله سبحانه وتعالى دائم تذكره، فهو مستأنس بذكر الله له، فيرى توالي الاقدار توالي امداد فيستأنس به. ومشتاق ده مش كده وبس، ده يبقى جاي له المدد لا ينظر للمدد، مشتاق للي جاي بعده، يعني اللي جاي ده فرحان بيه لكن هو مش فرحان بيه فناسي، لا ده مشتاق للي جاي بعده لما تبرزه القدرة. وواله، واله يعني مندهش من كمال الحكمة مع توالي الامداد، ده مندهش مدهوش. كل دي احوال يمر بها، كل دول اسمهم عشان كده لما تيجي تقرا في كلام المتصوفة تجدهم كلامه ليهم معاني شتى، لان كل واحد بيقول حسب مشربه وحاله اللي هو فيه، ويتفاوت احوال الناس. وواله وهائم، هائم بمعنى دايب، دايب في اللدوب، فهمت ازاي؟ يعني خلاص، يعني اشد من الوله. وواجد، والوجد الوجد غير الوجود، هتيجي بعد كده هتيجي المعاني دي كلها. الواجد اللي هو ما يستولي عليه من شعور حال الترقي،
فيجعله غائب عما حوله، ليس مواجد. يقول لك اخذه الوجد، تيجي تناديله ما يسمعكش، تمشي قدامه ما يشوفكش. فدي نوع من احوال ايه؟ بدايات قبل الفناء بحاجة بسيطة كده. ثم الفناء يفنى حتى عن نفسه، الواجد يفنى عما حوله. لكن لو أرسته يفوق، الفاني لو أرسته ما يهزش رجله، يعني حتى عن نفسه. فهم؟ دي درجات تانية. وباق، الباقي بقى ربنا سبحانه وتعالى يرده الى حاله، لا بنفسه لكن بالله، فيبقى بالباقي. يبقى ده مقام بعد الايه؟ بعد الفناء. يفنى اي عن نفسه بالكلية، فيبقيه الله بابقائه، فيرجع تاني يرده لكن بالله بقى. يقوم ايه بقى؟ ايه معناه؟ كنت سمع الذي يسمع به بصر، كان سامع قبل كده، لكن قبل كده كان سامع بنفسه، لكن بعد كده بقى سامع بالله. قبل كده كان متكلم بنفسه، بعد كده بقى متكلم بالله. قبل كده كان ينظر ببصري، بعد كده بقى ينظر بنظر الله. فيبقى اسمه باقي، رد الى ايه؟ الى البقاء. لانه اذا اتصف بصفات الباقي صار باقي، واذا اتصف بصفات نفسه كان فانيا. واضح؟ لان كل من عليها فان. وباق واحوال يكثر تعدادها، وقد تجتمع الاحوال كلها في واحد، تجتمع كلها في واحد لكن تتفاوت وتجتمع كلها في واحد. وده الواقع وده الغالب، ان الاحوال دي كلها بتجتمع في الانسان الواحد، لكن بيغلب عليه حال دون حال في احوال مختلفة، زي البوارق. وقد تجتمع الاحوال كلها في واحد ويسمى بما عليه من الجميع. يسموه بقى ايه؟ اهل الجمع. ابو بكر الطمستاني، الفاتحة لروحي ولروح سيدنا ابو الحسين بندار بن الحسين الشيرازي، اعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم، وإياك نستعين، الصراط المستقيم صراط الذين. صاحب ابراهيم الدباغ وغيره، ابو بكر الطمستاني. وفي ناس قالوا الطمنسي، يعني نسبة لبلد. وكان اوحد وقته علما وحالا، مات بنيسابور بعد سنة 400 و300. قال ابو بكر الطمستاني: النعمة العظمى الخروج من النفس، لان احنا قلنا ان النفس هي الحجاب، والنفس اعظم حجاب بينك وبين الله. والمقصود الخروج من النفس الامارة الى النفس اللوامة، ومن النفس اللوامة الى النفس الراضية. ادي معنى الخروج من النفس، وذلك لا يكون الا بمخالفتها على سنة الشرع الشريف بدون مبالغة شديدة بحيث تقتلها بالكلية، وبدون تقصير شديد بحيث تقويها عليك فتغلبك، ولكن بالسياسة. اللي عنده حيوان عايز يروضه يعملوا ايه؟ يضربه احيانا ويجوعه احيانا ويشبعه احيانا ويأكله احيانا ويطبطب عليه احيانا ويشخط فيه احيانا ويتحايل عليه لحد ما في الاخر يبص له ويسمع كلامه ارتاد. انما يجوعه على طول يموته، يضربه على طول يفقده، يطبطب عليه على طول يركبه، يشبعه على طول يفترسه. فهمت؟ النفس كده حيوان، حيوان. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ان هذا الدين متين فاوغل فيه برفق، فان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. يعني النفس دي هي الظهر اللي انت راكبه هيوصلك الى الله. فانت لما تبقى راكب ركوبة لو شبعتها نامت يبقى مش هتمشي، ولو جوعتها خالص تضعف يبقى هتمشي بالراحة، وقد لا تسير اصلا من ضعفها. فيبقى انت محتاج تأكلها بالعقل وتنيمها بالعقل وتقومها بالعقل وتزجرها احيانا وتحن عليها احيانا لحد ما تقضي المشوار بتاعك وترجع بيها سليم. كذلك النفس، فاللي بيجي يعاملها معاملة بجهل برعونة
يقتلها بالكلية ما يوصلش. وعشان كده الصحابة لما اجتمعوا عند النبي قال انا اصوم ولا افطر، والتاني قال اقوم ولا انام، والتالت قال وانا لا اقرب النساء، يعني عايزين يقتلوها بالكلية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا، المسألة مش كده، اما انا فاصوم وافطر واقوم وانام واقرب النساء واتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فطريقة النبي فيها الرفق كله والسياسة مع اللين والشدة، هي دي النفس. الاول تدي للنفس حاجتها وما تحب من المباح، شبعها مباح، ما تديهاش حرام خالص، امنع الحرام تمام وشبعها من المباح، وبعد شوية تديها من المباح بقدر الحاجة، وبعد شوية تديها من المباح بقدر الضرورة. ونفسك كالطفل ان تفطمه، ان تهمله شبع على حب الرضاع، وان تفطمه ينفق. فهمت؟ هي النفس كده. انت ما تحب تفطم عيل بتديله الصدر على طول؟ لا. تمنعه على طول؟ لا، بالتدريج حبة بحبة. بعد ما كان بيرضع كل 3 ساعات يرضع كل 6 ساعات، وفي النص تديله وجبة خفيفة كده، وبعد كده اسبوع خليه يرضع كل 9 ساعات وديله وجبتين خفيفة، وبعدين مرة في اليوم قبل ما ينام من نفسه. الاخر هينام من غير ما يمصمص، خلاص اتفطم. فهمت المسألة؟ هكذا النفس تديها من الدنيا الاول بقدر ما تحتاجه زيادة، بس من المباح، وبعدين تقطع الزيادة تديها بقدر الحاجة، وبعد شوية تديها بقدر الضرورة، تلاقي نفسك ابتدت ترتقي معاك حبة حبة. والمسألة مش اكل وشرب بس، اكل وشرب وزينة ومتع وكل حاجة ومناصب وكل حاجة، مش مسألة اكل وشرب وبس، كل مخك ده رايح للمطبخ، لا، كل حاجة، كل حاجة فيها رغبة للنفس. انت في الاول وانت شباب عايز يبقى عندك 20 بنطلون و50 قميص، والكل بنطلون جزمة والكل قميص كرافتة، وعايز تبقى راجل ايه قبه، تحب كده المظهر شباب. بعد شوية ما كفاية هم 3 قمصان حلوين ولا 4، او ده على ما ده يتوسخ يكون ده الكوى والحكاية تمشي. بعد شوية لما تعقل اكتر تلاقي نفسك ده قميصين تمشي الحكاية، ايه يا عم الدولاب ده كله، تفتحه تلاقي كل الهدوم وقعت عليه، ايه ده، تروح متصدق بيه. فهمت؟ وهكذا الدنيا، الدنيا كده، تلاقي نفسك كل ما بتكبر وتعقل فيها كل ما تلاقي حرصك على انك تكوش منها، لما تكون عندك بصيرة حرصك على التكويش فيها يقل، لكن لما عندوش بصيرة كل ما كبر كل ما ازداد حرصه وعايز يكوش اكتر يكوش اكتر. ويتوب الله على من تاب ولا يملأ عين ابن ادم الا التراب. سمعت ابا عبد الله الشيرازي رحمه الله يقول، سمعت منصور ابن عبد الله الاصبهاني يقول، سمعت ابا بكر الطمستاني يقول، اذا هم القلب عوقب في الوقت. يا ده مع اهل الادب، اصل التأدب مع الله بالشريعة بفعل الفرائض، والطريقة بفعل الفضائل، والحقيقة بالرضا بمراد الله. ادي الادب مع الله. فهمت ازاي؟ يبقى الطريق الى الله محتاج تبقى في شريعة وطريقة وحقيقة في وقت واحد، متشرع متحقق وفي نفس الوقت سالك، اللي هي الطريقة. متشرع بفعل الفرائض هذا في الظاهر، وبعدين الطريقة بفعل الفضائل والاداب
وبعدين الحقيقة بالنظر إلى مراد الله وفعل الله فيك لا بالنظر إلى نفسك، أي أنت فاعلا هذا كله بتوفيق الله لا بنفسك، تبقى أنت في الحالة دي واصل مع الله بتستثمر حياتك. فيقول إذا هم القلب، وأنت في الحالة دي بقى، في الحالة دي إذا هم القلب يعني عزم على ما يخالف مراد الله يعاقبك ربك في الوقت، في الحال تيجي العقاب. العقاب ليه؟ لأنك بقيت من أهل الخصوص بقى. لما تبقى أنت من أهل الخصوص ربك على طول يقرص ودنك أول بأول عشان ينبهك، إنما لما تبقى رعاع والله لما تروح فين لا يؤبه لك. يبقى ربك لما بيعامل أهل الخصوص يعملهم معاملة مخصوصة، لا ينتظر لما يخلفوه في الظاهر، بل ينظر إلى قلوبهم لما يخلفوه في الباطن، فيعاقبهم في الوقت لينتبهوا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، يذكرهم بالعقاب، يذكرهم بالحرمان، يذكرهم بخوف الله عز وجل، يذكرهم بالشوق إليه، يذكرهم بالندم، يذكرهم، فإذا هم مبصرون. فهمت؟ طب وربك يؤاخذ بالهم؟ الفقهاء قالوا يؤاخذ بالهم إن بلغ إلى درجة العزم. الفقهاء قالوا يؤاخذ الله بالهم إذا بلغ إلى درجة العزم، فالله يؤاخذه بالعزم. والهم في الكتب هنا يراد به العزم. وعند بعض أهل الطرق الصوفية من باب أهل الخصوص قالوا أن العزم يؤاخذ به العامة والهم يؤاخذ به الخاصة. واضح؟ تحتمل كده وتحتمل كده، لأن أعمال النفس هاجس ووارد وهم وعزم وبعدين فعل، مش كده؟ وساعات تيجي خاطر، يعني خاطر فهاجس فوارد فهم فعزم ففعل، الأحوال كده كلها ارتفع إلا الأخير به الأخذ قد وقع، الأخير اللي هو العزم بس. لكن كل اللي فات الهاجس والوارد والخاطر، واخد بالك، وحديث النفس، كل ده لا معفو عنه، معفو عنه لحد ما يوصل الى هم، والهم انه يستقر، يعني اهمك، بقيت مهموم بيه، يعني استقر شوي. انما الهاجس يجي ويجري، يجي ويجري ما يستقرش، ده هاجس. وارد يجي ويجري ويجي تاني، عارف انت الوارد اللي بيروح للمية، كل ما تعطش تروح للمية، يعني رايح جاي عليه، كذلك الوارد رايح جاي على خطر في نفسك كده، يجي وبعدين ايه تيجي تطرد انت، بعد يوم واتنين يجي تاني، بعد ساعة واتنين يجي تاني، يبقى اسمه وارد. وبعدين لما يجي بقى ويستقر، عجب الحال، لا اكليك اذان صاغية، يقوم يبقى هم بقى، بقى هم بقى، بقيت مهموم بيه. فلما بقيت مهموم بيه عايز تفرغه وتنفذه، فصار عزما، وبعد العزم يبقى فعل في الظاهر بقى. كل اللي فات ربنا لا يؤاخذ به الا العزم. فهم؟ يبقى لو قال هنا اذا هم القلب بمعنى عزم القلب عند الفقهاء، واضح؟ اذا هم القلب عوقب في الوقت، اي في الحال، ان كان من اهل ايه، من اهل الخصوص، والا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. ده اذا كان من اهل الخذلان، لو كان من اهل الخذلان ربك يستدرجه، وكل ما يعمل حاجة حتى يبارك له في الحرام عشان ايه يستدرجه، لانه من اهل الخذلان. انما من اهل التوفيق في الوقت، في الحال، علامة، لدرجة ان احدهم يقول اني اعرف حالي مع ربي من خلق دبتي وزوجتي. ليه؟ لان عارف ان ربنا على طول يعامله باول باول، اول باول بيديله، بينبهه. وقال الطريق واضح، يعني الطريق الى الله واضح، الحلال بين والحرام بين، والكتاب والسنة قائم، يعني مستمرين، قائم شاهد عدل عليك، او قائم مستمر الاخذ بهما والعمل بهما الى يوم القيامة،
والكتاب والسنة قائم بين أظهرنا يعني مستمرين، وفضل الصحابة معلوم لأن احنا انحرمنا من الصحبة. فضل الصحابة معلوم ليه؟ لأن كان عندهم الكتاب والسنة وزادوا عننا بالصحبة. صحبة النبي دي حاجة عالية قوي، مهما لن يبلغ أحدكم مد أحدهم ولا نصيفه لو أنفق مثل أحد جبل. شوف جبل أحد ذهب، لو أنفق مثل أحد جبل أحد ذهب، لو واحد فينا عمل كده لا يبلغ مد أحدهم ولا نصيف، يعني كبشة كبشة من اللي كان بيعمله شوية تمر كده. أنفقهم في الله، وانت أنفقت قد أحد جبل أحد ذهب، ما تجيش زيه. ليه؟ لفضل الصحبة، زيادة فضيلة الصحبة. ده النظر في وجه النبي لحظة يرقيك أميال وقرون ويخليك فوق رؤوس الأشهاد لحظة، فما بالك بقى اللي صلوا خلفه وجاهدوا معه وسمعوا كلامه وعاشوا معه، ضحكوا مما يضحك وتعجبوا مما يتعجب واندهشوا مما يندهش وفرحوا بما يفرحوا وحزنوا مما يحزنه. ايه ده؟ ده حاجة كبيرة قوي. وعلشان كده يقول لك ايه؟ وفضل الصحابة معلوم، يعني انت مهما عملت الطريق صحيح واضح وبالقرآن والسنة صحيح، لكن ما تظنش انك انت بهمتك في هذا كله هتبلغ فضل الصحابة اللي صاحبوا النبي، فليس امامك الا صحبة الشرع الشريف. يعني حتى تقترب منهم هم صاحبوا الشخص الشريف الذات الشريفة، وانت لا تصاحب الا الشرع الشريف اللي هو يمثل السلوك الشريف، واضح؟ لكن مهما سلكت فهم زادوا عليك بفضل الصحبة، فما تفتكرش انك انت يعني هتقرب منهم حاجة. هو بيحذرك لان كان منتشر ايامهم بعض الروافض وبعض الخوارج اللي كانوا بعضهم اللي بالغ في حب اهل البيت فعاب في باقي الصحابة، وبعض الخوارج اللي كفر الصحابة، فهو كان متأثر بعصره فعايز يبين للناس اهل عصره ما تعبوش في الصحابة. ولحد دلوقتي كثير من الشيعة تعيب في الصحابة ويعانون بعض الصحابة الى يومنا هذا. فادي معنى انك انت مهما كنت سالكا ففضل الصحابة معلوم، فضلهم ده قد يغفر لهم ما تراه في التاريخ فيه تقصير. انت ما تعرفش الامور ايه، انت وصلت لك اخبار ان ده قتل ده وده اتخانق مع ده، انت عارف لو كنت ايامهم واجتهدت مثل اجتهادهم ماذا كنت فاعل؟ والامور قد اختلطت، ما تعرفش. فما تعبش في حد واسلم تسلم. ادي معنى كلام الشيخ، الطريق واضح والكتاب والسنة قائم بين اظهرنا وفضل الصحابة معلوم، كأنه بيقول لك ما قدامكش الا ان تصاحب الكتاب والسنة. لسبقهم الى الهجرة فهم هاجروا للنبي، وانت واجب عليك ان تهجر ما نهى الله عنه عشان تاخد نصيبك من الهجرة بقى، يبقى تاخد نصيبك من الصحبة بصحبة الشرع الشريف، وتاخذ نصيبك من الهجرة بهجرة ما نهى الله عنه عشان بس تقترب من سلوكهم حتى تصل الى طريقهم ولصحبتهم. فمن صحب منا الكتاب والسنة وتغرب عن نفسه والخلق وهاجر بقلبه الى الله فهو الصادق المصيب. يقول في الهامش في كلام على الخروج من النفس، اي البعد بها عما طبعت عليه والفته من خلق مذموم وعادة قبيحة. يوضح ذلك قوله لا يمكن الخروج من النفس بالنفس، وانما يمكن الخروج من النفس بالله تعالى، وذلك بصحة الارادة الى الله. وفي بعض النسخ على الكتاب والسنة قائم قائمان، وفي بعضها الاخر قائمة. وتغرب عن نفسه اي بعد عنها اي عن متطلباتها وشهواتها الملهية. وكان يقول ما الحياة الا في الموت، اي ما حياة القلب الا في اماتة النفس. وقال النفس كالنار اذا اطفئت في موضع تأججت في اخر. النفس دي عاملة وانت قاعد بتهدي في نفسك علشان تستأنسها، تقوم تلاقي هديت احيانا في مكان وتولع في حتة تانية، فعايز طول النهار تبقى يقظ عشان تطفي في كل حتة.
لحد ما تخمدها تماما. النفس كالنار اذا اطفئت في موضع تأججت في اخر، كذلك النفس اذا هدأت من جانب ثارت من جانب اخر. ومنهم ابو العباس احمد بن محمد الدينوري، الفاتحة لروحه. أنت على الغيب المغضوب عليهم ولا الضالين. صاحب يوسف بن الحسين وابن عطاء والجريري، أبو العباس أحمد بن محمد الدينوري، وكان عالما فاضلا ورد نيسابور وأقام بها مدة، وكان يعظ الناس ويتكلم على لسان المعرفة. ثم ذهب إلى سمرقند ومات بها بعد 400. يعني بعد 340، يعني في القرن الرابع. قال ابو العباس الدينوري: ادنى الذكر، يعني اول مرحلة في الذكر، ادنى الذكر يعني اول مرحلة، ان تنسى ما دونه، اي ما دون المذكور، لا ان تنسى ما دون الذكر نفسه، ده ادناه، يعني انك انت تبقى منشغل بالذكر نفسه، حاضر مع الذكر نفسه، متشبع بمعاني الذكر نفسه، دي ادنى الذكر. ان تنسى ما دونه، اي ما دون الذكر نفسه. ونهاية الذكر ان يغيب الذاكر في الذكر عن الذكر، فيغيب عن الذكر بالمذكور، في المذكور نفسه، في الله عز وجل، يبقى ذاكر لكن مش منشغل بالذكر بل منشغل بالمذكور. يبقى في الاول ينسى ما دون الذكر نفسه، ينسى ما دون الذكر يعني غير الذكر، وينسى هنا معناه فيها مقاومة النفس، يعني ما زالت النفس موجودة قاعد يجاهد عشان ينسى، فهمت؟ زي البداية. ونهايته ان يغيب حتى عن نفسه، لان نفسه بتذكر، فلما هيغيب عن الذكر يعني غاب عن نفسه في المذكور، فهمت ازاي؟ وهي في درجات، اولا الذكر مع الغفلة خير من الغفلة مع غير الذكر، يعني انت قاعد كده ما بتذكرش اسمك غافل، طب بتذكر وانت سرحان احسن من حالك وانت غافل ما بتذكرش، مش كده برضو؟ الذكر مع الغفلة خير من الغفلة بغير ذكر. ثم ترتقي بعد ذلك من ذكر مع الغفلة الى ذكر مع الحضور، يعني الحضور مع الذكر نفسه. ثم بعد ذلك ترتقي من الذكر مع الحضور الى الغيب، الى الذكر عن الغيبة عما سوى المذكور. يبقى دي درجات كلها، كل الدرجات دي مش هترتقيها ولا تعرج اليها الا بتقوى الله والاحسان. امبارح وانا بخطب الجمعة كنت بتكلم على الاسراء والمعراج، لانه بقى اخر رجب وانت عارف المناسبة، فلازم كل الناس تقف في الايام دي يتكلموا على الاسراء والمعراج. فربنا ألهمني معنى جميل، سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. والإسراء معناه إظهار مقام النبي وارتفاع مقامه وعروجه إلى ربه ووصوله إلى مراده، مش كده برضو؟ يعني معناه الترقي والرقي، فكل إنسان يأمل في الترقي والرقي. انظر للآية اللي قبلها على طول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون سبحان الذي أسرى بعبده. سورة النحل تنتهي بالآية دي، مش قبلها على طول سورة النحل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون سبحان الذي أسرى بعبده. فلما كمل تقوى النبي وإحسانه ترقى وأسري به وعرج إلى السماوات. فمن أراد أن يترقى
ويعرج به الى المقامات العلى، عليه ان يلتزم بالتقوى والاحسان للعلاقات. اصل السور ليها علاقات ببعضها، مش مكتوبة كده تناسب سور القرآن دي شغلانة، وبعدين اول السورة ونهاية السورة ليه علاقة كبيرة كمان. يعني السورة بادئة بسبحان ومنتهية بالحمد، مش كده برضه؟ سورة الاسراء والتسبيح صفة سلب والحمد صفة ايجاب، فكأن السورة من اولها لاخرها ما هي الا تنزيه لله عز وجل. سبحان الذي اسرى بعبده في اولها، قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. فتلاقي السورة مطلع السورة ونهاية السورة لهم علاقة، ومطلع السورة التي تليها مع نهاية السورة التي قبلها لهم علاقة، وترتيب نفس معاني السورة داخل السورة لهم علاقة، ومعنى الإجمالي لكل سورة مع السورة التي تليها لهم علاقة. سورة النحل دي سورة النعم، الله الذي فعل، والله الذي أنزل، والله الذي جعل من بيوتكم سكنا، والله الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا، والله الذي يرسل الرياح سحاب، كلها الله، يعني بيذكرك بالنعم، والإسراء بالنبي من أجل النعم. فجاء من ضمن النعم تأتي بعد سورة النعم، فتلاقي برضو موضوع السورة ليه علاقة بالسورة. طب هذا حظ النبي من هذا المعنى، ومن نعم الله انه كرم بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، فحتى بقية الناس كلهم مكرمين برضو من ضمن النعم. فكل الناس لهم حظ من ترتيب السور، والنبي له الحظ الاوفر لانه اعظم الخلق. فتجد كلها ترتيبات عجيبة، فالقرآن مليان اسرار واشارات عجيبة. فاذا كنت انت عايز ترتقي عليك بالتقوى والاحسان، وهو ده المحور بتاعنا. والتقوى هو السلوك، والاحسان هو التحقيق، مش كده برضو؟ ادي التقوى. التقوى السلوك بايه؟ بالشرع الشريف، فلا سلوك الا بالشرع الشريف، والاحسان في ذلك كله. تبص لا يحصل الترقي. ادنى الذكر ان تنسى ما دونه، ونهاية الذكر ان يغيب الذاكر في الذكر عن الذكر. وقال ابو العباس: لسان الظاهر لا يغير حكم الباطن. يعني لسان الشرع الشريف في الشريعة لا يغير احكام الحقيقة عند ترقي الانسان في الطريق. ادي معناه، يعني الانسان كلما تحقق ظهر له حكمة الشرع الشريف في الظاهر، لا يجد هناك تناقض، بل الذي يجد التناقض هو الذي لا يفهم، اما لجهله او لخطئه في سلوكه. اما كلما ارتقيت في السلوك بالحق فلا تجد ان هناك خلافا في الحقيقة بين لسان الشريعة ولسان الحقيقة. ادي المعنى. ومن وجد يبقى يتهم نفسه فلا يفصح. يعني يفرض الانسان في ترقيه مع الله وجد بعض المعاني في نفسه تخالف ظاهر الشريعة، لا يفصح عنه. لان قلنا قبل كده ان كل وارد يأتيك في الترقي الى الله لا تفصح عنه الا بشهدي عدل، القرآن والسنة. ان خالفهما يبقى ده من الشيطان، وان وافقهما يبقى فتح من الرحمن، عليك ان تدلي به وتقوله. وقال ابو العباس الدينوري: نقضوا اركان التصوف وهدموا سبيلها وغيروا معانيها باسامي احدثوها. ده في عصره المتصوفة عملوا كده، مش عاجبهم، مش عاجبينه يعني، في عصره في القرن الرابع الهجري، فما بالك احنا في الوقت. يعني اللي بيهاجموا التصوف بيبقى ليهم نوع من الوجهة، لانه بيبص للمتصوفة اليوم دول بيجدهم مليانين مخالفات، فبيجد لنفسه مغمز يعرف ازاي يهاجم. بسبب ايه؟ انه هم ادوله الفرصة بسبب الجهل اللي هم وقعوا فيه، غالبية عظمى منهم. لكن لا يخلو كل زمان عن قائم لله بحجة، لكن الغالب في هذا الزمان يغلب عليهم الجهل. انا بسميهم درويش، عندهم عواطف حلوة وعندهم محبة حلوة، لكن ما عندهمش علم.
فيخالف الشرع الشريف مع ان انه هو عنده عاطفة كويسة ومحبة كويسة، وخلفته للشرع الشريف ناتج عن جهله. فيجي المخالف للطريقة يبص لجهله يفتكر انه هو ده الطريق التصوف، يقوم يهاجم التصوف ويشوف المتصوف عشان يبقى التصوف وحش غلطان. طب زي اللي بيهاجم الاسلام لانه رأى ان المسلمين ضعاف، وزي اللي يهاجم اي انسان لانه هو ضعيف في مهنتي فيهاجم المهنة دي. تلاقي دكتور وحش شوية تروح له يبقى كل الدكاترة وحشين، ما ينفع. تلاقي مدرس ما بيدرسش كويس يبقى كل المدرسين جهل، ما ينفع. تلاقي كم مسلم ما بيصليش تقول كل المسلمين ما بيصلوش، ما ينفعش. تتعامل مع واحد في الماليات يقوم يخونك تقول كل المسلمين خاينين، ما ينفعش. مش كل. طب مر على قهوة كده والاذان بيدن، تلاقي ناس قاعدة تشرب شاي ويشربوا شيشة ومحدش راح الجامع، يبقى معنى كل المسلمين ما بيصلوش؟ عشان انت شفت القهوة دي مليانة وقت الاذان، لان دول مش كل المسلمين، دول بعض المسلمين. فما تحكمش على الكل بالبعض في اي طائفة من الطوائف، وإلا يبقى هتسيء. فبيقول نقضوا أركان التصوف، يعني المتصوفة عصره نقضوها يعني هدموها، وهدموا سبيلها وغيروا معانيها بأسامي أحدثوها، سموا الطمع زيادة. يا سلام. وسوء الأدب إخلاص، سموا الطمع في الدنيا والحرص عليها ان هو بيستزيد منها من اجل طاعة الله. شفت الاونطة وهو من جواه طماع، يقول لك ما انا عايز الدنيا تبقى في ايدي مش في قلبي، هات هات هات. وهو بيخفي حرصه من الدنيا ومسميها بيستزيد منها ليتقوى بها على طاعة الله. اونطجي، قلب الحقائق. وسوء الادب اخلاص، يشتم الناس يقول لك اصل انا ايه، لن يبلغ احدكم حد الاخلاص حتى يستوي عنده الذم والمدح من العامه، يقوم يشتم الناس يقل ادبه عليه. يقول لك اصل انا ما يهمنيش الناس، انا يهمني ربنا بس، انا مخلص. يقوم يسمي قله الادب اخلاص. شفت المصيبه؟ يقوم يعف الناس ويشتم ده ويشتم ده، وبعدين الناس يقول لك اصله ده شيخ، معلش انت لازم تستحمل الشيخ، الشيخ قليل الادب، استحمله ازاي؟ فيسمي قلة الأدب إخلاص، يقول لك أصله مخلص، أصله ده ما يهموش الناس، ده يقول للأعور أعور في عينه. ده ما يهموش الناس، ده راجل مخلص، يقول للأعور أعور في عينه. في حين أن النبي كان يقول ما بال أقوام يفعلون كذا ويفعلون كذا، وما يواجهش واحد بعيبه خالص. ترك أدب النبي إلى سوء الأدب متعللا أنه إخلاص. شفت قلة الأدب؟ والخروج عن الحق شطحا. يقول لك اصل انا بتجيلي شطحات كده ومعاني وبرائق في اثناء، فيروح قايل لك كلمه كده غريبه شويه، عبدي اطعني. ايه وانا عبدك؟ دي شطحه، معلش شطحات. الشيخ ليه شطحات بقى، ما بيتحملش، فبيغلب عليه الربوبيه فيتكلم بلسان الربوبيه لانه خرج من العبوديه. الله، ايه الاونطة؟ ايه الاونطة اللي انتوا بتقولوها؟ شويه مجاذيب. والمكذوب لا يقتدى به، بس يسموها شطحه. يقول العك كله، يقول لك دي شطحات. يا عم ما ينفعش الكلام ده، كده غلط. يقول لك شطحات. والتلذذ بالمذموم طيبه او طيبه، يعني يتلذذ بالامور الدنيويه. ويقول لك دي قل من حرم زينة الله التي اخرج لعبادي والطيبات من الرزق. هو قاعد ايه؟ ياكل ويلغ وبطنه بقت قد كده مترين قدام. يقول لك اصل انا باكل بالله، واللي ياكل بالله يبقى واسع. سمعت عن شيخ بيقول كده؟ سمعت، لكن لم اقابله. يقول لك كرشه قد كده وياكل ايه؟ والتلذذ بالمذموم طيبه او طيبه يعني. واتباع الهوى ابتلاء، يمشي ورا هواه ويقول لك يبتلي من يشاء، ده ابتلاء. وهو ماشي على حل شعره او انت. والرجوع الى الدنيا وصلا،
وبعد ما ترك الدنيا زهدا امام الناس وهو متعلق بها رجع لها تاني، يقول لك ما انا رجعت لها بقى ايه بالانوار، ورجع يكوش وياكل ايه اموال الناس بالباطل. دقن قد كده ويعمل لك بقى شغلانة والناس كلها وسبحة وكل الناس تستثمر اموالها عنده، وتبص تلاقي ياكل اموال الناس، يجازف باموال الناس، يضيعها، واخد بقى اهو ده كل ده اوانطة. والرجوع الى الدنيا وصلا وسوء الخلق صولة، يسيء الخلق ويشتم الناس يقول لك دي صولة الحق، ويضرب ده بالشلوت ويدي ده بالقلم ويقول لك صولة الحق. طيب والبخل يسموه جلادة، جلادة يعني تمسك وصبر، هو بخيل. والسؤال عمل، يسأل الناس ويعتبر ان ده عمل، يقول لك اصل انت اما تسأل الناس تهدم نفسك وتذل نفسك، واما تذل نفسك تبقى خرجت من حجاب نفسك الى الله، فيسأل الناس، وهو بيسأل الناس رغبة بما في يد الناس لا لإذلال نفسه. وبذاءة اللسان ملامة، وما هذا كان طريق القوم، كل ده ما كانش طريق القوم خالص، مش هو ده. من أقواله مكاشفات الأعيان بالأبصار ومكاشفات القلوب بالاتصال. ونقرأ آخر عالم اليوم إن شاء الله، العالم 77، ومنهم أبو عثمان سعيد بن سلام المغربي. الفاتحة لروحه. أبو عثمان سعيد بن سلام المغربي واحد عصره لم يوصف مثله قبله، صاحب ابن الكاتب وحبيبا المغربي وأبا عمرو الزجاجي ولقي النهر جوري وابن الصائغ وغيرهم. مات بنيسابور سنة 73، وأوصى بأن يصلي عليه الإمام أبو بكر بن فورك رحمه الله تعالى. سمعت الأستاذ أبو بكر بن فورك يقول: كنت عند أبي عثمان المغربي حين قرب أجله، يعني كان إيه خلاص بيطلع في الروح، على فراشه، وعلي القوال الصغير يقول شيئا، يعني كان علي القوال ده يعني المنشد، كان منشد قوال يعني منشد، قاعد بينشد إنشاد جنبه كده وهو قاعد نايم يعني في آخر أوقاته. فلما تغير علي الحال، اشتد علي الحال، أشرنا على علي بالسكوت، قلنا لعلي القوال المنشد ده يسكت شوية، خلي الشيخ تعبان أو ظن أنه هو مات يعني. ففتح الشيخ أبو عثمان عينيه وقال: لما لا يقول علي شيئا؟ هو علي سكت ليه؟ فقلت لبعض الحاضرين: سلوه على ما يسمع المستمع، يعني على إيه بيسمع المستمع وهو في الحالة دي في الشدة دي، فإني أحتشمه في تلك الحالة، يعني أنت في حال خلاص بتلاقي ربك هتقعد تسمع شوية إنشاد بقى ده وقته. فسألوه فقال: إنما يسمع من حيث يسمع، ولا إنما يسمع من حيث إنما يسمع من حيث يسمع، يعني من حيث يسمعه الله يعني، إنما يسمع من حيث يسمع، أي من حيث يسمعه الله تعالى لاختلاف مقامات الناس ومعرفتهم بالله ومحبتهم له، فقد يسمع العبد من الخوف وقد يسمع من الرجاء. يعني هو وصل لمرحلة إنه بيسمع الإنشاد ده إنه من الله مش من علي، من الله له، إما تشويقا له أو تخويفا له، فهو بيسمع هذا الكلام كأنه جاء إليه من الله لا من القائل. وكان في الرياضة كبير الشأن. وقال أبو عثمان، الرياضة اللي هي ترويض النفس يعني، كان عنده خبرة في ترويض النفس
خبرة عظيمة. وقال أبو عثمان: التقوى هي الوقوف مع الحدود لا يقصر فيها ولا يتعداها، حدود اللي هي الشرع يعني الشديد. وقال: من آثر صحبة الأغنياء على مجالسة الفقراء ابتلاه الله بموت القلب. الفقراء اللي هم السالكين يعني، مش المقصود الفقراء اللي هو معهوش فلوس يعني، لا، الفقراء اللي هم السالكين إلى الله ولو كان معهم فلوس. والأغنياء هم المستغنين عن الله بالإعراض عنه ولو ما كانش معهم فلوس. فهمت ازاي؟ يبقى في فرق بين الأغنياء والفقراء في كتب التصوف غير اللي انت متصورها في الدنيا. يعني الجلوس مع الأغنياء أي المستغنيين عن الله بالغفلة عنه، ده يميت القلب. أما مجالسة الفقراء المفتقرين إلى الله، حتى ولو معاه فلوس طالما مفتقر الله اسمه فقير، ولو معرض عن الله ومعهوش ولا مليم اسمه مستغني عن الله، يبقى اسمه غني. فهمت ازاي؟ ادي المعنى عند اهل التصوف. انما عند اهل الشريعه اما يقول لك غني يعني عنده ايه؟ عرض، يملك من العرض ما يستطيع به ان يدفع حقوق الناس او ان يعوض المديون او يقضي او يدفع زكاه او شيء من هذا. يبقى الغنى عند اهل الشرع غير الغنى عند اهل الطريق، والفقر عند اهل الشرع غير الفقر عند اهل الطريق. ومن اقواله: عاصي نادم خير من طائع مدعي، لان العاصي يطلب طريق توبته ويعترف بنقصه، والمدعي يتخبط في حبال دعواه. وقال: الصوفي من يملك الاشياء اقتدارا ولا يملكه شيء اقهارا. يعني يبقى الاشياء التي يملكها قادر ان يوظفها في طاعة الله، ده الصوفي صحيح. انما التاني الاشياء هي التي تملكه، الاشياء هي التي تحركه فقهرته في تحصيلها. يعني صاحب المال مقهور في زيادة ماله، فكأن ماله هو اللي بيشغله، مش هو اللي بيشغل ماله، ده هو ماله اللي مشغله. كذلك صاحب العلم مقهور بتحصيل علمه، فكأن العلم هو اللي بيشغله مش المعلوم. لكن الصوفي يأخذ من الأشياء فيوظفها فيكون هو الذي يقهرها، أي قادر عليها مقتدر عليها. الصوفي من يملك الأشياء اقتدارا ولا يملك شيء إقهارا. وقال: ليكن تدبرك في الخلق تدبر عبرة، وتدبرك في نفسك تدبر موعظة، وتدبرك في القرآن تدبر حقيقة ومكاشفة. يعني الإنسان يعتبر بالناس ويتعظ بحال نفسه ويتدبر القرآن ويتحقق معانيه حتى يكشف الله له عن أسراره. ونقف على العالم 78. يبقى عندنا على 3 أعلام إن شاء الله ننتهي منهم في الجلسة القادمة، لأنه هو جاب حوالي 80 علم إن شاء الله. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله لما يأخروا التوقيت ساعة في آخر هذا الشهر هيبقى موعد الدرس بتاعنا بدل الساعة 10 الساعة 9. احنا الوقت بنخليه الساعة 10 علشان هو أصلا معاده 9، فلما قدموا الوقت ساعة خليناه 10. فإن شاء الله لما يرجع الوقت كما كان يوم أن خلقه الله. لقيت واحد مرة في جامع غضبان قوي، ظابط ساعته على التوقيت القديم. فواحد بيقول له: ليه مش عايز تظبط ساعتك؟ قال ربنا سبحانه وتعالى قال على الشيطان، قال: ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله. والزمن ده من خلق الله، شوف بيغيروا خلق الله مجرمين. ترد عليه تقول له ايه ده؟ تسكت احسن، احسن حاجه تسكت. ربنا يعلمنا ويفقهنا وينورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون. واغفر عن ذكري الغافلون. وجزاكم الله خيرا.